راديومات لا راديو كي فوز ايكوت. كلنا صامدين اليوم صامدين من اجل هذا الوطن. احنا اليوم لا نعترف لا بيمين لا بيسار لا بوسط لا بحقوقيين لا حد شيء، لانه حقنا اليوم في الحياه هو الحق المقدس، حقنا في بلادنا اليوم. اليوم انا البارح ذكرتك وذكرت رجال تونس بالحق، ذكرت بورقيبه وقت اللي قال باش تقوم تونس ولو بوب تونيزي سو ديفوندرا بار انستان، وذكرت الهادي نويره اللي يحلم منا لينا احنا قال اون فو تونيزي فيابل فيفابل. اليوم مالوغوزمون العباد اللي تحكم تحب تونس داعش، تحب تونس باكستان، تحب تونس افغانستان، واحنا كما قلت انت يرحم فمك فك الكلمه هذيك، اليوم بين خيارين احلاهما مر، يا بين باكستان يا اما بين افغانستان، على خاطرنا نعيش في زمن الجرذان. نعيش في زمن الجرذان ونعيش في زمن الصمت والتوتؤات. توا ثم ياسر الناس يقولوا انتم تنقلوا، شنو الحل؟ نعطيكم الحل. اولا تسكر الحدود مع ليبيا. الرئيس كي مشى لمصر بالك ويشوف الجرحى وربي يشفيهم، مش قال العيش وانه عند 500 كيلومتر مع ليبيا، عند 450 كيلومتر سكر الحدود مع ليبيا، سكر الحدود مع ليبيا، اغلق الحدود مع ليبيا. فرنسا وقفت شنغن، قالت نوقف حدودي مع روحي كلم، لا ايطاليا لا سويسرا لا والو، فرنسا وما ادراك فرنسا ثالث ولا رابع قوه عالميه، فهمني؟ قالوا شنغن ما عرفش تعفي به لا فرنسا فانتو امريكا لا تصدق فيه مونرو لامريكوس امريكان تونس التوصيل. قال صلاح بن يوسف كلام سكر حدود مع ليبيا، اي فتاس اي بوليس اي ديواني اي واحد يخدم في الاداره يتعامل مع العدو ومع الليبيين العداء دواعش العداء، احكم بالاعدامات خيانه عظمه، احكم بالاعدامات، احكم عندك القانون الوضعي فيه احكم بالاعدام من اجل الخيانه العظمه. ما سماش هذه اول حاجه تفكر حدود مع ليبيا ولو الى حين الدمار كل شيء من غد يمشيوا يدربوا ويجيوا ويعملوا واحد ويدخل السلاح ويدخلوا توا ما يكفيهم باش نقعدوا يحاربونا مده طويله. ثاني حاجه تبديل وزير الداخليه وزير الدفاع، معناش وزير الدفاع قاعد يتوجه برك دي سوما وزير الدفاع قاعد صحفيين استاذ جامع عزامه كل شيء احنا حلو اذهبوا 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 يهزي فديلها منكم عملتوا ريحه الكل على بعضكم اللي زيد قبي ولا سق بروحك. هذه معناها من المعطيات الاساسيه اللي يجب ان تتخذ الان وهنا. وين السيرفيس دو لونسينمون؟ وين الاستخبارات؟ وين المخابرات؟ مش قالوا باش يعملوا اجونس ناسيونال ملينا حاتم الاسيان بالسدريد وسي فرحات الراجحي؟ لحد الان ما عندناش استخبارات، رجعوا هاوك الارشاد يخدموا هنا وغادي وكهو. لاجونس ناسيونال كبرى ما ثماش، المخابرات العسكريه كان فيها من خيرة الرجال هذاك العكول بتاعها فهمتني؟ هذيك ترجع. رابعا لو بول جوديسيير انتي تيرورست توا معقول وانه تونس نيابه فيها 8 قضاة تحقيق على 8000 ارهابي؟ معقول يا ناس يا رسول الله كان مش سبب التواطؤ والتفاهمات الثانيه ومن بعد يخرجوا لنا عاد عجب الوريمي والاخر يبداوا يحكيوا وع وع على انتخابات عجب الوريمي البارح يحكي انتخابات وعجبات والاخر يزيكم ورئيس الجمهوريه هو نفسه يبارلي سو كونفيكسيون باسكو Il n'y avait rien dans le monde. Il est fatigué. 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 Et qu'est-ce que c'est que c'est minable? C'est des minables politiquement. Je le dis, Hakmouni. Vous êtes politiquement des minables. Il est fatigué. C'est des minables. Minable, c'est un terme français. Il y a des dictionnaires. Politiquement, vous êtes des minus. دي مينوس ولا تريان تحكي على بورقيبة ولا هذه الويلة حكيوا على الجيل نشموا في ريحة الجيل تحكي على فرحات تحكي على واحد حاجة أخرى فرحات حشاد تحكي على أحمد تليلي أي تينا أخرى لا تينا أخرى. أخرى لا أما توا عندنا دينا يدي زومكور وتوطئين في توزيل داخلية يعرف اللي وزارته عايشين في هو كي بدا يوشوش مع سون شيف دو كابيني ولا يمكن يحكي حتى مع مالكو يبداو يسمعوا فيه تو تافي اي ميل لي زيكوت اليوم ثم ناس يخرجوا من وزاره الداخليه يخرجوا حسن تحب تسمع تفهم تنامي تحب تعرف ايش قاعده تتكلم هي تحب تعرف سهل ياسر ما في سهريه ويجيك عبد ويجوك لي كوت مقلصين للدار بالقليل هذا يعرفوه ويعرفوا القضاة ويعرفوا الرئيس ويعرفوا وزير الداخليه ويعرفوا وزير الدفاع ويعرفوا جماعه الارشاد ويعرفوا الناس الكل خاطر حتى حد ما يحب يقول الحقائق اليوم كاريمون يلفو معناها اي انسان يعطي المعلومه للعدو اي انسان يتعامل مع الارهاب اي موظف يحكم عليه بالخيانه العظمى
اللي خير العظمى تستوجب الاعدام في تونس. احكم احكم بالقانون النفس، تنفذ ما تنفذش كحلق. احكم وبديونا حال يديكم، والجنيه عندها ماله، والتونسة عندها ماله، والتونسة ضرب الذنوب الرجوله اليوم الفحوله والملوءه، ولك تونسي، لك قطري، ولك سعودي، ولك اردوغاني، ولك عبد الحكيم بالحاج، ولك بيوع، ولك حد شيء. اليوم سيت كيستيون سيت اون كيستيون فيتال. بيصير لنا لو شيما ليباني، رئيس الجمهوريه تحب تعمل غرون الاتصال. اي سيدي هان نستناو في مجلس الامن الوطني ان شاء الله، مش العقد الجبل فرد فعلا. لا مش هذا مخذ الجبل فعلا. لا سيدي احنا نعطيهم ان بريجوجي فافورابل. وزاره الداخليه اليوم فيها قواعد للدواعش متمركزه في حرب التموقع وتعطي في المعلومات للعدو. مش معقول تضرب انسان 100 كيلومتر 100 متر بين التفجير افول دوزو. ها وحط الجوجل. ايه حط جوجل واحد. خير ما نعرفوهاش على ساقينا. جوجل اعرف. ايه انا كنت قريب غاديك 100 متر افول دوزو. بين وين وزير موجود وزير الداخليه في بيرو البارح وبين التفجير. والتفجير موقع كان بعمل استخباراتي وعمل استطلاعي ورصد واشهر قاعد يصير هذاك. عمليك كيك لو موديوس اوبيراندي نتاعها مش بين عشيه وضحاها شرب وهرب. هذا الجيال يحكيو عليه الجريديه يقول لك بيسالك ولا جيال. لا جيال. جاونا الجياله. جاونا الناس اللي يعرفوا وين يضربوا الضربه المبو. اي دونك اليوم لو كرون نتواياج لازم. ولكن ولكلكم واللي فيه همه يا روح سكروا دوسيركم وشدوا ديالكم. اللي فيه همه ويعرف اللي عنده مسؤوليه تقصيريه. مجتمع توا سي الحبيب. عمليه تقصيريه. هاو مجتمع عامل خليط ازمه ولكن انا الحقيقه. يا حبيب السيد اي كابابل تو انتر نو. سويون كليغ. راجل معايا نبلا في خيط لما يكلموا نظام الحاج ولا رئيس كل عام. تو بونس انت سيد حسن. حبيب السيد اي كابابل دو ريفليشيغ. سي ان نوم دو غير. تو سي ميم با ان كوميدي ليتات. احنا قلنا كيفاش تغشوا. كيفاش قلنا كابران. تي سان سو كابورال. هذاك من شوم ديتا. حبيب السيد يتفرج. ثلاث مرات تتضرب في سوسة، تتضرب في 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 في, في باردو، وتتضرب في عقل دارك محض وزارة الداخلية وبعيد عن جيوسيسي كيلكو متر، ومحض وزارة السياحة، ومحض البنك سنترال دو تونيزي، لو غوفرنور البنك سنترال، إلى روند غوفرنور، كان يحضر حتى في 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 المجلس الوزراء الأخير، هذه الولاية ما كانش غوفرنور البنك سنترال، نعم كان وزير، ماليا ومن بعد شد غوفرنور ومن بعد شد الحكم 71، رجع، بوتجيب خليه أون ريزيرف دو ريبوبليك. وعندنا دي زوفيسي اون ريزيرف دو ريبوبليك. اين هم اشراس واشاوس تونس اللي نجموا يشدوا الداخليه ويشدوا الاستخبارات ويشدوا كذلك ويشدوا العدل الخاصة. اليوم يشدوا العدل اليوم برا جيب لي محمد اللجمي ويجيب لي اسماء ماي اسماء يا خويا ونظف شنو هو هذا؟ دواعش اليوم في القضاة دواعش. لا ديبونداد. ما قلنا دواعش. قلت انا احسن ساكنوا حدود ماليبيا واو واو زملاء جابوا فيه واو كيفاش والناس كل ولات تتحلف تكتيك وجيو استراتيجيك اللي جون فولي ليك. قلنا ثم دواعش في القضاء وا 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 ثم دواعش في القضاء ثم دواعش في الرئاسه ثم دواعش في الحكومه دواعش في قصر الحكومه موجودين فهمتني في رئاسه الجمهوريه هام عزلوا دواعش هاو عزلوا امنيين من الامن الرئاسي دواعش بربي تم عزلهم في الايام الاخيره في الشهر الاخر بربي خلينا نذكروه موسي البيجي مغروم بالتاريخ هذا كما صار لحبيب بورقيبه للزعيم لحبيب بورقيبه في الستينات تتذكر ولا قالوا كان باش يقتلوني كانوا نجموا يقتلوك يا سي البيجي كانت نجم تصير وقتها تكون لابانيك في تونس لوكاو احنا نعيشوا في اللوكاو اليوم تخيل انت كانوا اليوم وصلوا دخلوا لا قدر الله قتلوا في وسط قصر كارتاج ولا دخلوا قتلوا في وسط قصر الحكومه شكون نجم يكون في لوموا سو كي جون في اكطوالمون يرحم بوك هو نتاع ناس ضربت كانت 35 يضربوا 33 ضحيه فهمتي ولا 32 في يا ماما قاتل قبل المغرب يجيو بحذا 100 متر دي بيرو دي بيس للانتيريور اللي قاعد وقتها في لي جورناليست تكتيكو تكنيك جيو بوليتيك ابن خلدون قاعد يبشي يفا بوندر المقدمه او كتاب العباده او كتاب التعريف و وزير الدفاع الالهي حاكموا لنا صحفيين ولا هذي بالتلفزه حكايات كيما هكا وغيره تبع في لقب صحفيين يشيطن فيها والمخابرات اللي تخدم وتعطي في المعلومه للعدو وكل المؤشرات الفاسو دانديس يؤكد وأن العدو قاعد تجيه المعلومه من الداخليه من جماعه يخدموا في الرئاسه وغير من قاعات العمليات صحيح عمليه باردو شو ضربوا فيها؟ ضربوا فيها البرلمان ولا ضربوا متحف باردو متحف باردو صحيح عمليه سوسه كيف بوندون 35 مينوت توا قالوا لنا شي حاجه كي ادوني لوردر بو كو لا بوليس انترفين با بوندون 35 مينوت اشكونهم اللي خلاوا السيد يعمل الكارلاج كيما حبوا العمليه هذه كيف اي بي شفت انت ساندني بازا شاني دور وقت الناس يقوموا بالعمليه شفت بلجيكا
وحكينا مع سمير من الجمعة وشفنا اللي من جيكي زمبليت احنا لفول يمكن الهابيين موجودين غاديكم تعرفوا موجوش البيراميد تاع الهابيين يلا المكذربة من بعد هذا في سعيد العايد دخل قال احنا قمنا وقال 23 متر ولا يتعارك مع جماعة الرئاسة واللي هذا عاد مد وجهه توا ناقشين كان وزارة الثقافة وزارة المرأة وزارة البيئة باش يدخلوا يدلوا بدلوا يهم بالله انتم فاشلين وماكمش في مستوى المسؤولية والشعب التونسي فد منكم كلكم ديكوتا منكم كره قليلكم هاي حقائقكم ومستعد نقارع اي واحد منهم ويهزوني معاهم انا توا ونعطيهم اكبر الضباط ونقول له هاي المعلومات وهاي ثم اخذت معلومات منهم مشكله وهو يعرف وثم اشخاص موجودين وبالاسماء وموجودين في العوينه وموجودين باختو اللي هما يتواطؤون مع العدو يتواطؤون مع الارهاب اليوم الخيانه العظمى تستوجب المحاسبه تونس الوطن من يغلطه الى بورقيبه من حدا بعد الى الدغباجي من تكفر الناس حتى الشكل بالعيد الوطنيين الحلال تاع تونس يجب يقولوا على الاقل الحقائق ولا نرهبونا وما خوفوناش وعيطونا قدام القضاء تاعكم اللي سي سفيان سليت وين يحل فمه اي انت صحافي باش نحيلك مقتضى قانون الارهاب وزملائي معناها اللي عملوا غلطه حطوا انت ولا فاحل تعهلوا مع قانون الارهاب والارهابيين وين حطك تبقى الورد ونعطيك المعلومه ويجيك البوليس ويعطيك وتتعدى وتمشي تخرج والناس اللي حرضت على الذهاب الى سوريا والناس اللي سهلت والناس اعطت فلوس والناس خذت جمعيات محافظ البنك المركزي يا سي شادي العيادي انت نفسك استعرفت من 200 300 جمعيه تتقبل في اموال مشبوهه اعطينا القائمه نتاعهم واعطينا الاشخاص والمشرفين عليهم والكونت نتاعهم الى من جاب سي شادي العيادي اجا قال لي الي امبويسون سور سو بلان سامحني معناها لامبويسونس انتيليكتويل نحكي ورا مش نحكيو فيزيك امبويسون سي شادي العيادي كاباسيتي دو سومي لو بيي تاو موجوده دونك احنا نطلب اليوم بمقتضى واحد مثلوا لاي العام وما يختلفوا في ضمائر العباد يكلموا فينا توا والناس تبكي والناس حالتها حليله والناس في برا عايشين مكلومين والناس في تونس وغيره قولوا ان الراي العام التونسي مش راضي عليكم كلكم وتفاهماتكم السياسيه اشربوها ونفخوا معها اليوم كما قلت لك فك الحدود مع ليبيا ولو الى حين سكر فرد مره قوي يا ولدي تقوي لا سيرفيونس الكترونيك بتاع حدودك الكل البحريه والبريه وغيره مع اي دوله كانت اولا وتسكر حدود مع ليبيا الى حين ثانيا تبدل وزير الداخلية وزير الدفاع وتجيب كذلك الأكفاء ويقوموا بأوديت حول الاختراق داخل وزارة الداخلية ليصبح بعملية خيانية كم هذه عملية خيانة هذه عملية خيانة هذه مفاتيح البلد أعطيت الدواعش الضربة هذه ما فيها كل خيانة ثالثا وتبدلهم هما وتبدل كذلك المسؤولين الأمنيين وكذلك يعني مش معك أبعد من هذا شنب عليه ريحة التعامل مع العدو تحاكموا توا وتخوي لبوان جوديسيال الأحزاب اللي كانت في الحكم واللي كانت شادة داخلية أما موندوني اليوم باش تثبتوا الوطنية خاطر شوف العباد تقول لك لونيون واحدة لونيون ساكري لونيون ناسيونال اليوم راهو فما فرق بين الاكستريم دغوات نتاع فرنسا اللي هما وطنيين اللي يقول لك مارين لوبان يقول لك معناها جون ماري لوبان يقول لك ليش يقول لك لا فرونس بو واحدة وفرونسي جوستومون اليوم احنا اقصى اليمين اليوم متسبب بالدين ما يمنش بتونس ويمن بتفكيك الدولة التونسية ويمن بأمه أنا معك في هذا وأي إنسان أعطينا الحقائق عنده مشكلة مع الوطن الوطن يتحاسب معه لأنه سيادة الدولة وسيادة الشعوب ما هي البلاد ما هي الدولة هي أرض وشعب وسلطة قائمة, سلطة قائمة. اليوم الأرض محروقة الشعب ترويع وترهيب وتغريب في الوطن متاعه السلطة أنا تكشو مازال إيش يحبوا يحبوا كما قلت يفجرهم في بنش وزراء شو يحبوا هذه خيانات ويعرفوهم بالاسم ويعرفوهم بالاسباب متداوله اخي توا قلت لي الامن الموازي توجد حكى عليه اللي هنا حكيت عليه هنا ما مشاوش واع 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 ما مشاوش لورغانيغرام هزو قلنا له خويا ها ها لورغانيغرام جيت انت هاي بالاسم سيد القاضي وحسبنا ما هبطلكش على دارك يحبوا ياخذوه لورغانيغرام انا نعرف ما يصيرش بتوترات امنيه خلينا نقولها ما يصيرش بتوترات امنيه هاني نمشي تحت توجهوا معايا اسمحها لك وما يجاوبوش شقتكم الله يرحمه في من تربي في من تربي مش هذه المشكله باش نقول لك وانه اليوم لازم نقولوا الحقيقه ونقولوها باجي قائد الشبسي خاطر باجي قائد الشبسي يخدم الصباح حتى ماضي ساعه بعد يتعب ويرقد قام البارح يمكن كخ شويه جاي حكى باسابل اما يجي واحد يغزل في عينيه ويقول له السيد الرئيس شو باش تدخل التاريخ كوطني تكمل والا انك سمحت للجرذان باش ينقضوا على تونس كما انقذوا الجرذان على يوغوسلافيا سابقا وكما انقذوا الجرذان على سوريا راهي العراق وما ادراك بالكت تونس قدمنا العراق حتى شيلوا في الوزن الديموغرافي والعسكري شوف العراق شو قاعد فيه تحبوا بلادنا غدوا يتباعوا سبايا تحبوا بلادنا يجيو الدواعش يبيعوها هذه ب 50 دولار هذه 150 دولار ومن ينكحوها 10 تدخل الاسلام حتى مسويها حاجات كيما هكا تحبوا هكا يا سيدي كملوا
كملوا في تواطؤاتكم وكملوا في صمتكم وكملوا في بيعكم الوطن. الحلول قدامكم وموجودة، واحنا قلنا لكم الحلول ما هي شيء واحد. اي يا سيدي ناخذوا معناها قلت انت السرياتي وغيره به معناش ضباط كبار في الامن الموجودين في تونس وحاربوا ومعناش ناس قابوا الارهاب وقابوا التدخل الاجنبي وقابوا المخابرات الاجنبيه وقابوا التدخل الليبي في تونس. عندنا علاش ما كانش اللي دخلوا هذا اغلبهم مضرحين 150 يشدوهم وهم عدد يمكن 680 200 هذوما اغلبهم دخلوا وقت الترويكا. تفكر السرياتي ايش قال؟ قال بالفاكس يجيني هكا كل حبيب كل ما عندي فما ما هكا دخلوا عملوا كيما حبوا ومام طون حاو دي اس تي يومام طون حطوا لي توب نتاعهم والجماعه اللي خسروا المعارك بين التواطؤاتهم وغيره من الامن الموازي قاعدين يعطيو في المعلومه للدواعش والدواعش يستقيو في المعلومه عندهم معلومه خير موجود داخلي في سامبل هو يفلوتيو فيه لا هاو سيري ذا صفر معناها هاو اللي كان في حكومه مهدي جمعه ما حكاوش في الكواليس مين سيري احنا عندنا المعلومات ما حكاوهمش وقالوا لهم هاو فما وفما وفما وهم الاسماء وهي القوائم وها وقت سعيد العريض شكون درب وتتفكر انت الثكنات اللي كانوا شو يدربوا فيها الارهابيين وفما اسماء وفما عباد اليوم يا خويا نظف يا خويا الانتماء لا يكون الا للوطن تصف الاحزاب الكل لو كان اليوم رئيس الجمهوريه حل احزاب اصدر مرسوم حل بيه الاحزاب الكل الكل اليوم ننخرطوا في حزب واحد اسمه تونس اليوم ما يهمناش احنا اللي مطلوب المطلوب هو انه تونس تكون مضمونه بالحق وليش قال لاخو الامن مش مضمون لا تو كل شيء مضمون سيدي خويا تو الاعلام مضمون تو طردنا البي دي جي عاد ما البي دي جي اللي كان عامل ريزيستانس ولا اليوم يفودي لا فيريتي لو غاردي لي جون ان فاس اي دير او بريزيدون دو لا ريبوبليك او شيف دو غوفرنمون او بريزيدون دو بارلمون اللي هما ثلاثه اهم شخصيات نقولوا لهم ورينا فو فيفي مال ساعه كل شيء انتم مستعدين تتحملوا الوطن اي فوز اسومي كسوت وجب تونس ولا تخليوا العدو يعمل اللي حب اللي فيكم ما ينجمش مكملش اسمح راو التاريخ حكمكم ديجا على تواطؤاتكم وعلى قاعد يصير في تونس وعمليه كيما هذه ستتبعها عمليات اخرى العمليه نعاود نقول لك سيدي حسن وقف في قلب شارع الحبيب بورقيبه الداون تاون في وفي كوع وراء وزاره السياحه 100 متر 50 متر بعيد على وزاره السياحه 100 متر بعيد على وزاره الداخليه الجيجيسي موجودة غادي البنك سنترال اللي هي مقابلتها البتيكا دي من غادي وينهم الكاميرات سيرفيونس قداش من مرة قلنا يا ولادي الكاميرات سيرفيونس ولو كل مغربي اللي شدوه شافوه في الكاميرات هذه حزم اثنين سامحني تو ان برانسيب راهي اون فيل كادناسي لو غران تونيس وزعام احنا نوقفوا في الكرهب المذخمة ونخليه تعرف انا هاني جاي صباح هكا ولا اسوزو قصت عليه طرف لا قصفتنا ثلاثة كره ظلمة وحاول تفهم وقفنا تعرف جيت من جرومبيليا ولا ما عرضنيش بوليس ما عرضنيش حتى لهنا في الدرب نقولها ما يسالش مع احتراماتنا للامن اليوم الكل اللي هذا تقي راسك بحث تقي راسك بوليس في كرهبة او بارح واحد خرج قال انا نمشيو نحاربهم في الشعبي وقبل ما تمكش تحارب فيهم في الشعبي ليش عم بيعمل في الكوليسترول يذوبوا في الكوليسترول تقولوا هكا واللي هذا يقول اليوم شوف نسم اون فوا باش نوليو فيل ستيت الدوله الفاشله او الدوله في طريق الاضمحلال باش يكملوا هكا اليوم الضمان عند شكون البلة على ركبها والفرس على فارسها صحيح والسفينة على رئيسها رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة انتم عندكم الضمان وفيتكم الأمور ولكم السلطة التقديرية لو بوفوار ديسكريسيونير نتاع الحل انتم أهل الحل والعقل اليوم قرروا نلبسوا جبة تونس ونرجعوا إلى الوطن وطلعوا تونس دارها وإلا قولوا لنا يا جماعة رغمنا هنا في فيليجي باش نعطيهم لقشة من تونس ونعطيهم العاصمة ونعطيهم منطقة كذا وغيره وهو اللي حب يهرب واللي حب صوف كي بي وكل شيء رجلوا ملكوا هم ديدلاين قولوا لنا قولوا لنا انا جو بوز لا كيستيون جيكزاجيت بو دي لا فيريتي مي سي لا فيريتي قولوا لنا اليوم المعلومات ونطلب من رئيس الجمهوريه قال باش نعمل الي طون دو في لو غروند ريتيساج قال هكا البارح ها قولوا باش يصير الرئيس لو غروند ريتيساج يبدا في رئيس الجمهوريه ويبدا كذلك في وزاره الداخليه ويبدا كذلك في الموظفين فيلو في مختلف الملتشين اللي تعاملوا مع الارهاب واللي يجيبون عبد الحكيم بالحاج على اساس وانه حمامه وانه جورج كلوني راجل ولا سيديكتور اكثر من جورج كلوني الارهابيين ووزير الخارجيه التعاسه الكبيره هذاك ليه نحي 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 تو انا لا حبيب السيد الي طون دو روندر لتابلي حبيب السيد شد هذاك شوف محمد غنوشي محمد غنوشي كان ارجل والله مستقال هاو صاحبي صباح قلت له محمد الغنوشي مش استقال محمد الغنوشي في عهد بن علي ديكتاتور وقف مواقف رجال لا بعد الثوره انا كلت مستقال استقال لا توا شادين بالله شربحته منها شادين
دخلتوا التاريخ من باب غدر، معنا باب غدر البريمه فيكم نعطيهم وان دو سور 40 مش 3 سور 20 هذه هي بيان سور حكومه الغير حكومه حرب شيف دو غير اون ايكونومي دو غير في 20 هذيك الكلمه يمد في وجهه في النداء وعارك يعني في المشاكل يتلهينا بالاقتصاد توا في الوضع هذايا الضربه هذه بلا شوف البورصه شو يصير فيها المقدره الشرائيه بعطي حد الشغل قدم واخر قال نعلق الزرابات ومش مزيه وزي قلناها احنا البارح لا موقف وطني يعطيك الصحه اي مش مزيه مش مزيه مش مزيه تتوفر لنيون ساكري سامحني ما سمعت تنتحي للمطالب الكل فوق راس العين وتكون انت كذلك من دلوع الوطن انت حد لعب دور لعب من دلوع الوطن في اللحظات الحالكه تونس تواجه استعمار جديد داخلي استعمار وهابي ارهابي استعمار كذلك نتاع خونه وقوميه وحركيه موجودين داخل البلاد اليوم القومي والحركي وغيره والكلب اللي مد كراعه الايام كنت تلعب يا قاعه واليوم الكلب فيك مد كراعه كنت غوله وتسول فيك الذيبان سوله سوله واليوم سلتي مقيل بغوله بغوله اليوم بغوله وعملاء عملاء خلوا عميل دونك اليوم يفو دير لي شوز كليرمون نتمون الفتحات حرشاني تحبيب الصيد الداخليه تحبيب الصيد رئيس الجمهوريه رئيس المجلس والاحزاب الوطنيه اللي موجوده جودي بيان الاحزاب الوطنيه الوطنيه حتى احزاب لا وطنيه والاحزاب الوطنيه كما كي كنت انا صغير ندفع في شعار وين الاستقلال يا دم الفلاقه يا دم الفلاقه وين الثوره وين الثوره وين الكرامه يا دم الشهداء وين يا دم الاولاد اللي يقتلون بعمليه استخباراتيه نوعيه بمحبوكه وببطايات نتاع خيانه واي قاضي نعطيه لفاسو دانديس ونقول له هاي المؤشرات سيد الرئيس وتعرف انت اللي هذه ما تنجم تكون الا بفعل فاعل والقلاع الحصيله تاخذ من الداخل ويحبوا ينقذوا على قلعه تونس وقلعه تونس سينقذوا عليها من جراء هؤلاء الخونه وبالتالي تفعيل القضاء الناجز وتفعيل القوانين الناجزه تبديل وزير الداخليه وزير الدفاع تريح الحكومه تبديل الحكومه طيب ليه اعطينا حكومه حرب القطب القضائي يتحرك واي انسان يخون الوطن ولو بالفكره ولو تخمل الفكره احكم عليه اشد الاحكام من اجل الخيانه العظمى تحيا تونس وتبقى لكم شوكه وقفت للرومان وقفت للاسبانيول وقفت لسيادكم الاتراك البايمه هذوك اللي احتلونا والتونسي يقولوا تركونا وقفت لهم ما جابوا وقفت للبرتغيز وقفت للجرمان وقفت للفرنسيس يا حزب العكري اللي قاعد يتفاعل دقت الامريكان وقعدوا حارب الامريكان تونس كما كان سيدي حموده باشا وكان سيدكم الحبيب بورقيبه وكانت اللي جالوا سيدكم احمد التليلي وسيدكم كذلك اللي كانوا وقت في الهدي نويره واحمد بن صالح وغيره هذوك الدم نتاعهم هذاك والروح نتاع العباد هذيك تقعد لحد الان هي اللي تخلف هذا الوطن والبيوعه لفظكم التاريخ ماكش تعملوا حتى شيء دجن والبلاتوات الاذاعيه والتلفزيه تبقى اصوات حره قول لكم حقيقتكم المره يا ايها الخونه القدس وعروس عروبتكم قال فلماذا وقفتم جنات الليل تسترقون السمعه من باب غرفتها اولاد رتبتي لا استثني منكم احد ان شاء الله تونس هي اللي تنتصر ان شاء الله تحيا تونس راديو مي لا راديو كي فوز ايكوت